إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع المدافع المصري أحمد الحجازي. حادث يا جماعة، حجازي يا جماعة، حجازي يا جماعة، أي صفقة يا اتحاد، أي حجازي هذا أحمد. كم هو الاتحاد محظوظ، كم هو بوجود حجازي سعيد. حجازي لم يكن مدافعا صادقا وحسب، لقد كان هدافا بارعا. حجازي هداف وليس فقط صخرة دفاع، حجازي شموخ وشخصية وقوة والدفاع.